أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى ملف ربما يعني ارتأينا فتحه والحديث عنه، وهو مبني على استطلاع أجريناه راح نشوفه بعد شوي، سواء استطلاع لقاءات مع المواطنين أو استطلاع فيسبوكي يتحدث أو يسأل أو يستفسر عن المؤسسة التي تشعر أنك مرتاح في التعامل معها في الأردن، مؤسسة يعني خدماتية تراجعها تشعر بأن الأمور سلسة بسيطة، يعني بمعنى أنك لا يعني تؤشر عليها أنها تستحق الثناء والتقدير. وراح نحاول نقرأ يعني ردود فعل الناس وأيضا الحديث، بعض الأحاديث راح تكون عن الاستطلاع. خلينا نروح للاستطلاع، سألنا فيه الناس عن هذه المؤسسات ونسمع ماذا قالوا. الأحوال المدنية. ليه؟ لأنه بيعطوك الشغل على السريع وما في عندهم لا لف ولا دوران. أهوانها يمكن الأحوال المدنية بس برضو سيء يعني إجمالا. طويلة إجراءاتهم، كتير طويلة، بتاخد وقت كلها. الضمان الاجتماعي بس. ليش؟ لأنه بتخدمنا إحنا كشعب. الضمان الاجتماعي برضو. ليه؟ لأنه معاملتهم كويسة وسهلة جدا وما فيش فيها تعقيد. ما بعقدوك زي باقي الدوائر الثانية، باقي الدوائر الثانية بتختم ورقة من الشام لحلب. معظم الدوائر الحكومية بنرتاح منها. ليه؟ التعامل معها إيجابي. جوازات. طيب شو السبب؟ خاصات أسرع من أول، يعني أفضل خدماتها، أفضل من أول بكتير. هي جهاز الأمن العام الحقيقة خدومين جدا. طيب تلبية النداء سريعا، يعني بشوفك على السريع يعني خمس دقائق بيكون عندك الموضوع منتهي. المطار بس بعرفش إذا هو مؤسسة حكومية. التنمية الاجتماعية. ليه؟ عشان التسول. الجوازات. ليه؟ لأنه سهل، كل شيء فيها سهل وما يتبقى صعب. مكافحة التهريب. ليه؟ انحبست فيها وانمسخ معي، انضبط أغراض معي وكانت المعاملة منيحة فيها، روحت منها. إذا استمعنا لإجابات الأخوة المواطنين، أيضا على الفيسبوك طرحنا ذات السؤال، إجابات متعددة متنوعة مثل إدارة السير، ترخيص، مديرية صحة البيئة التابعة لوزارة الصحة، واحد كاتب الحمد لله ولا إشي، أخونا مصعب، مش عارف من وين بدي أبدلش، أخونا قتيبة، محمد الترك كاتب مديرية صحة البيئة التابعة لوزارة الصحة، جهاد التميمي الأحوال المدنية، أختنا نهى أبو سماحة كاتب لا شيء، كلهم في الهم والفشل أحد الإجابات، يعني إجابات متنوعة. أخونا بشير العياصرة بالمجمل كل شيء، ولكن أرجع إشي الأحوال المدنية، يعني بيعتبر أنه الأحوال المدنية أفضل شيء، يعني إجابات متعددة. الجمارك فايز أبو طوق بيحكي في إجابات تحكي ولا حدا، ترخيص مثلا أخونا خليل محمد سالم بيعتبر الترخيص. إذا هناك إجابات متعددة متنوعة تتعلق بهذا الاستطلاع. وللحديث عنه معنا على الهاتف الدكتور محمد شرف القضام، مستشار في مركز عالم الآراء لاستطلاعات الرأي. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور، حياك الله أخي عمر لك والجميع المشاهدين. سعيدين بوجودك معنا، وأنت الأكاديمي والباحث في تكنولوجيا المعلومات. دكتور محمد، يعني بجوز تابعت الاستطلاع الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بجوز أنه بعض الاستطلاعات بجوز لها قواعد مختلفة، لكن هل ممكن قراءة اتجاه الرأي العام أحيانا من خلال هذه الاستطلاع، من خلال ردود الفعل الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية أخي عمر، لا يخفى عليك يعني استطلاعات الرأي هي الهدف منها بشكل رئيسي محاولة معرفة آراء الناس وعكس آرائهم وتوجهاتهم تجاه منتج أو خدمات معينة أو موضوع معين، وهذه يعني يستفاد منها من الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو خاصة في بناء الآراء والقرارات ورسم السياسات وحقيقة فتح قنوات التواصل مع الناس. إنما في سؤال كبير جدا، هل موضوع بالفعل استطلاعات الفيسبوك هل هي معتمدة يعني ولها يعني موثوقية عالية أم لا؟ حقيقة لابد من يعني في هذا السؤال أن نقسم الأمر إلى جزئين. الجزء الأول هو جزء أكاديمي في الأوساط الأكاديمية البحثية. في الأوساط الأكاديمية البحثية حقيقة لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الفيسبوك بشكل كامل كلي، إنما قد يعني يستفاد منها بشكل جزئي، وذلك عدة أسباب يعني علمية. في الأوساط العلمية نتيجة ممكن ما يسمى بالبايس أو التحيز
إمكانية ممكن التلاعب بالنتائج، إمكانية التصويت لأكثر مرة، في إشكاليات تقنية وفنية قد تؤثر على يعني موثوقية النتائج ودقتها، ممكن معالجتها طبعا ونحصل على موثوقية عالية. في الأوساط التجارية أو البزنس ما يسمى في مجال البزنس أو الأكاديمية أو السؤال عن الخدمات العامة، نعم يعتمد وتستخدم هذه الأداة بشكل كثير ومكثف جدا. وأضرب لك مثال، يعني مثلا أشهر شركات الموبايلات وهذا تعتمد نتائج أو استطلاعات الفيسبوك في تحسين خدماتها وجودة الخدمات المقدمة، زي سامسونج زي أبل زي أمازون، هذه كلها تستخدم استطلاعات الفيسبوك. جميل. وعندها أيضا تولز وأدوات خاصة فيها لقراءة آراء الناس إلكترونيا، لأنه أنت تعرف أخي عمر يعني عدد مستخدمي فيسبوك يزيد عن أكثر من حوالي 2 مليار يعني حساب على الفيسبوك عالميا، هذا الأكتف أو الفعال. فحتى نقرأ استطلاعات الناس أو آراء الناس في هذه القضية قضية جدا معقدة يدويا لا يمكن القيام بها، فهناك أدوات تقنية معينة للبحث في يعني في آراء الناس واستخلاص آراء الناس الإيجابية والسلبية حول قضية أو منتج أو خدمات معينة. فهي إذن في الجانب التجاري والأوساط التجارية وأوساط البزنس وأوساط الخدمات، نعم يعتمد عليها بشكل جيد وتعكس آراء الناس بشكل يعني جيد. في الأوساط العلمية لهم تحفظات عليها باعتبارات يعني زي ما قلنا علمية معينة. فهذا بشكل عام حول يعني موثوقية استطلاعات الرأي عبر الفيسبوك. يعني قصة السؤال المتحيز هنا يعني أو السؤال الذي يوجه بجوز بالفيسبوك بيكون أقل درجة أكثر درجة منه في الاستطلاع العلمي؟ يعني هو بالفيسبوك من مزايا مثلا الاستطلاعات الإلكترونية الفضاءات الإلكترونية بشكل عام، إنه عادة المستطلع رأيه أو الشخص يعبر عن وجهة نظره بدون أي ضغوط أو توجيه أو شيء معين، هذه من إيجابياتها، فبالتالي هو يأخذ حرية في التعبير عن وجهة نظره، خاصة إذا كان ممكن الاسم يعني أصلا غير حقيقي أو هذا اللي استخدمه، فبالتالي هو يعني عنده الحرية الكاملة، خاصة إذا كان في هناك رقابة على مثلا مثل هذه الوسائل. فهذه ميزة من مزايا استخدام الفيسبوك في أو الفضاءات الإلكترونية بشكل عام في قياس خاصة إذا كان فيها حساسية يعني سياسية أو أمنية قد لا تكون الدولة تسمح بذلك. فهذه هنا ميزة للفيسبوك أو استطلاعات الفيسبوك. في الاستطلاعات العلمية لا، بيركزوا عندهم معايير، يعني هم لا يستخدموا فقط مثلا بسؤال ما هي الجهة الأفضل، هو الجهة الأفضل بالنسبة للأوساط العلمية لابد أن تكون وفق معايير محددة 1-2-3-4 معايير منضبطة، فبالتالي يعني يحاولون هم يعني يلجأ إلى يعني وسائل أخرى غير الفيسبوك، بالإضافة يعني قلنا يستخدم بشكل جزئي وليس بشكل كلي في الأوساط العلمية. نلاحظ أيضا دكتور محمد أنه أحيانا الأسئلة تطرع على الفيسبوك في توقيت يكون هذا الموضوع يعني حديث للرأي العام، هل هذا يؤثر أيضا في دقة المعلومات ولا بالعكس برفدها بنوع من الاهتمام والأهمية والتوجه؟ بلا شك أخي التوقيت يعني الزمان والمكان في استطلاعات الرأي جدا مهم، يعني أذكر إحنا أقمنا يعني أو قمنا باستطلاع رأي قبل سنوات حول توجهات الشباب الإعلامية في الأردن، يعني وحقيقة في ذلك الوقت يعني حصلنا على نتائج معينة، قد يكون أحيانا ممكن لو أخذنا شهر أو شهرين قد تكون تتغير النتائج. عادة في توجهات الإعلامية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التغير في التوجهات كبير جدا وعالي جدا، فبالتالي لو أخذنا استطلاع رأي الآن ثم قسناه ممكن بعد 3 أشهر قد تتغير النتائج جزئيا أو كليا. هذه تعتبر من المواضيع شوي المتحركة اللي فيها يعني تغير ما فيها استقرار في آراء الناس. وكذلك الخدمات الناس، أحيانا ممكن يعني خدمة جديدة تقدمها مؤسسة معينة بالتالي قد ترفع نسبة التصويت لهذه الجهة، لكن هذا مؤقتا يعني بعد مثلا ظهور هذه الخدمة، لكن لو أتينا بعد مثلا 6 أشهر أو سنة وأعدنا التقييم قد تكون يعني تنخفض النسبة، وإن كانت الخدمة ما زالت موجودة، لكن أحيانا يعني إنه هذه خدمة جديدة أو شيء جديد حصل في تلك المؤسسة قد يرفع من نسبة التصويت أو يخفضه إذا الناس استاءت من شيء معين، فبالتالي هذه من المجالات التي تعتبر يعني غير مستقرة في استطلاعات الرأي. بجوز اطلعت على الاستطلاع اللي يعني كان على موقع اليرموك على الفيسبوك، أحيانا الناس لا تجيب يعني تعطيك صورة رافضة أو تتحول إلى نقد سياسي أو إلى يعني رفض المنظومة برمتها، وين منصنف هذا الكلام إذا بدنا نروح لنتائج الاستطلاع؟ وطبعا يعني عدم يعني التعبير عن وجهة النظر هذا موقف يعني هو يحسب بشكل سواء إيجابي أو سلبي،
فبالتالي لو نظرنا لنتائج الاستطلاع لأجريتوم، يعني الأجريتوم يعني حول الخدمات، أفضل جهة تقدم خدمات يعني جهة حكومية، النتيجة الأكبر كانت يعني لا يوجد. يعني هذا حقيقة مؤشر سلبي، إنه الناس يعني في مجملها يعني ترى إنه الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لا تستحوذ أو يعني غير مرضية للناس أو للزبائن، وهذا بحد ذاته يعني مؤشر يعني سلبي بالنسبة للخدمات المقدمة. أيضا هنالك بعض التعليقات كانت يعني سياسية ساخرة صح التعبير، أو غير سياسية أحيانا ساخرة، أيضا هذه يمكن تصنف يعني باتجاه أيضا سلبي، لأنه هذه العادة من النقد الساخر يكون نتيجة يعني نوع من الكبت المعين أو عدم الرضا على شيء معين أو هذا يعبر عنه بشكل ساخر. بعض النتائج الاستطلاع حسب ما رأيت يعني بعضهم حط يعني وضع المقار كخدمات يعني، وهذه فيها سخرية، نوع من أنواع يعني السخرية، بعضهم وضع دائرة المخابرات وهذا أيضا فيه نوع من أنواع السخرية أيضا، يعني سخرية سياسية أو تعليقات سياسية. صحيح. بعضهم وضع المطار، المغادرون يعني قسم المغادرين في المطار، وهذه قد يعني ينظر لها على أنه بالفعل أنه قسم المغادرين يقدم خدمات، أو أنه حقيقة الناس تنظر أنه مجرد الهجرة من البلد هذا مكسب، وهذه هذا مؤشر سلبي خطير، أنه يعني كثير من الناس ينظرون مثلا أو عدد من الناس ينظرون أنه مجرد السفر خارج يعني الوطن أو هذا هو مكسب بحد ذاته. فهذه التعليقات ساخرة في معظمها تصنف يعني حقيقة في الاتجاه السلبي، يعني إحنا إذا قسمناها تيمز يعني أو يعني توجهات عامة إيجابي أو سلبي يعني قطبين، بالتالي هذه تصنف بالاتجاه السلبي أكثر من الاتجاه الإيجابي. صحيح. لا يوجد جهات معينة أيضا تصنف بالاتجاه السلبي ولا تصنف بالاتجاه الإيجابي أو المخايف، لأنه هو يرى أنه ليس هنالك أي جهة تقدم خدمات يعني مقبولة أو هو راضي عنها يعني من وجهة نظره، فهذه حقيقة مؤشرات غير جيدة. نعم، بدي أشكرك على كل هذه المعلومات القيمة، على هذه الرؤية الواضحة. شكرا لك دكتور محمد الشرف القضام، مستشار في مركز عالم الآراء لاستطلاعات الرأي. شكرا لك دكتور محمد. إذا يعني حاولنا أن نذهب إلى هذا الاستطلاع، وبجوز اللي حكى دكتور محمد بكفي، يعني واضح جدا، يعني قراءة يعني علمية لموضوع الاستطلاع ولاستطلاعنا بالتحديد ولسؤالنا اللي طرحناه. نكتفي، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.